مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع أن يكون هناك طقس غير مستقر يوم الأحد، وبإذن الله إن شاء الله هناك زخات متفرقة من الأمطار وأيضا انخفاض طفيف على درجات الحرارة. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى. على الخرائط التي توضح أماكن الهطول نلاحظ أن المملكة ستكون يوم الأحد تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، وبالتالي هناك فرصة لسقوط زخات متفرقة من مطر خاصة في شمال ووسط المملكة. إذن أجواء مع انخفاض على درجات الحرارة، أجواء غائمة جزئيا، سقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة في الشمال والوسط بين الحين والآخر بإذن الله. والأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء باردة نسبيا، غائمة جزئيا، فرصة لسقوط أو احتمال سقوط زخات متفرقة من مطر، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 16 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة: الأحد انخفاض واضح على درجات الحرارة لكن تبقى أعلى من المعدل بقليل، أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، سقوط زخات متفرقة من المطر أحيانا، زخات رعدية العظمى بتكون بحدود 24، الصغرى بحدود 16 درجة مئوية. يوم الاثنين أجواء غائمة جزئيا، درجات الحرارة أعلى من المعدل أيضا بقليل، العظمى المتوقعة 25 والصغرى 15 درجة. إذا الأجواء تميل للبرودة خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. الثلاثاء انخفاض آخر على درجات الحرارة، تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة، امتداد لمنخفض جوي، أجواء غائمة بشكل عام، سقوط زخات رعدية من المطر في معظم مناطق المملكة خاصة الشمالية والوسطى وأيضا بعض المناطق الجنوبية، ودرجات الحرارة بتكون تقريبا حول المعدل، العظمى بحدود 21، الصغرى بحدود 12 درجة مئوية. أجواء بتكون تميل للبرودة بشكل واضح في المساء وفي ساعات الصباح، وبالليل بتكون الأجواء باردة نسبيا. الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة: نبدأ في المناطق الشمالية، أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، سقوط زخات رعدية من مطر أحيانا، إربد 25-18، عجلون 25-18، جرش 26-19، والمفرق 25-15 درجة مئوية. المنطقة الوسطى أيضا أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات رعدية من مطر أحيانا، البلقاء 26-17، مأدبة 25-18، عمان 24-16، والزرقاء 26-17، البحر الميت 32-25 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع انخفاض على درجات الحرارة، هناك احتمال لبعض الأمطار المتفرقة في بعض الأماكن، الكرك 27-18، الطفيلة 25-19، الشراه 23-16، ومعان 27-16، العقبة 31-22 درجة مئوية. المنطقة الشرقية من المملكة أيضا أجواء غائمة جزئيا مغبرة أحيانا، الأزرق 29-16، الصفاوي 27-16، والرويسد 26-17 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.